لا كان يكون شيء بريمو. لا صافي مسحها صح، يعني هذه كنت تحيدك اصلا. صافي صافي خلاص. إذا جمعة مباركة للجميع متتبعي قناة شوف تي في من خلال هذا المباشر دائما. مشكور الإطار الوطني لحمزة الجوهري اللي دائما تنصادفوه بخصوص قراءة فيما يخص المجموعة ديال المنتخب الوطني أو ما يخص يعني التحضيرات أو المنافسات التي تدخل الغمار ديال المنتخب الوطني المغربي. فأمس يعني كل العيون كانت مصبة نحو الكوت ديفوار، وخصوصا القرعة اللي تهم كأس إفريقيا اللي غادي تقام طبعا حاف في كوت ديفوار 2023، بالاضافه لتصفيات المؤهله للمونديال امريكا. فربما كما تنقول القرعه شيئا ما انصفت المنتخب الوطني بخصوص مواجهه بعض المنتخبات مثل زامبيا، تنزانيا، الكونغو الديمقراطي اللي كنا يعني على اثرها تاهلنا المونديال ديال قطر. فهذه نخليو السي حمزه يقرب ماشي شويه بخصوص نبداو بالقرعه ديال كاس افريقيا، وان شاء الله نشوفوا كذلك القرعه ديال المونديال المؤهله لامريكا بطبيعه الحال. السي حمزه صباح الخير بعدا. صباح النور سي خويا زكريا، تحيه لك وتحيه للطاقم المرافق لك، ومن هنا التحيه للمتتبعين الكرام. نعم. كيف قلتي القرعه كانت البارح، الكل كان تنتظر القرعه. قرعه كيف قلتي كانت شيئا ما رحيمه، ولا كنقولوا على الورق انها سهله للفريق الوطني نظرا للعطاء والمردود الكبير اللي بين في كاس العالم، ولكن هذا في بلغه الكره احنا ما التقنيين ما كيامنوش بهذه القضيه ديال على الورق، لانه شحال من مره دخلنا على الورق احنا اللي فافوري، ولا كنا احنا اللي كنقولوا احنا اللي غندخلوا نفسه على اللقب وكتكون الخيبه. هذه المره كنعتقد انه وليد راكم من التجربه، لانه تخول لي انه يكون عارف هذه القضيه هذه، انه على الورق سيفري حنا اللي كاينين، حنا اللي في هذه المجموعه غادي نقولوا نقدروا نقولوا حنا اللي غنكونوا المتصدرين، ولكن كي تنقولوا لو جور جي عنده قراءه اخرى في المقابلات. كل مقابله خص الفريق الوطني والطاقم المرافق، لانه غادي يكون عارف بانه واعي المسؤوليه، انه كل مقابله كتجرى مقابله بمقابله، وتيكون من بعد ديك الساعه مع 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 البطوله كيبان الحاله البدنيه والحاله النفسيه ديال اللاعبين كيفاش غادي يقدروا يسيروا هذه البطوله اللي غادي تكون صعيبه، لانه ما عندهاش علاقه بكاس العالم. المسابقات الافريقيه الاخ زكريا ما عندها حتى علاقه بكاس العالم، من ناحيه الملاعب، من ناحيه طريقه اللعب، لم ناحيه بزاف الامور. هذه كنظره على هذه المجموعه، من بعد نحللو تقنيا مقابله بمقابله او منتخب بمنتخب، لانه كي قلنا هاد المنتخبات كيختلفوا على المنتخبات اللي واجهنا في كاس العالم. سان ريانا فوار مع هذاك لو كونتكست اللي كان عليه كاس العالم. نعم، يعني تنشوف مجموعه تضم منتخب الكونغو الديمقراطيه، زامبيا، تنزانيا، زامبيا اللي كانت بطله افريقيا في يعني في مع الفينورال، تنزانيا اللي كان يعني اللي كانت سبب الاقصاء ديالنا في 2004 بعد ما انه ضربه الجزاء اللي كان ضيعها زياش. يعني منتخبات اللي طورت نفسها مع المده، ويعني ولات الان جميع المنتخبات تتحضر نفسها للمنتخب الوطني المغربي بحكم يعني الاداء اللي قدموا في المونديال ديال قطر. فالان كل شيء تنتظر انه يواجه المنتخب الوطني المغربي، ويعني يعطي واحد الاداء متميز امام المنتخب الوطني المغربي باش انه يبرهن للعالم بانه راه واجه واحد المنتخب اللي تصنف رابع عالمي. صح، كيف قلت اخ زكريا، دابا المغرب هو ديك ليكيب با باتخ في الدوريات العاديه، ملي تتكون الفرقه متصدره تنشوفوا الفرق الصغيره كلهم كيحاولوا ينتصروا على الفريق المتصدر، لان تيكون ان اكسبلوا، وتيكون دابا حنا وجدنا حنا الفرق في كاس العالم،
وجدنا كرواتيا وجدنا بلجيكا. دابا هاد الفرق هادو اللي تحدثنا عليهم هما اللي غيوجدوا المغرب وغادي يحاولوا يعقدوا من 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 المهمه ديال الفريق الوطني. لانه كي قلنا حنا في كاس العالم حنا اللي كنا دايرين له بلوك با ومشينا كنا تنقلبوا في اغلبيه المقابلات كنا حنا اللي تنتسناو وتنمشيو. دابا الفرق هما اللي غادي يتسناونا وغادي خص يكون عندنا حنا لي زوتي ويكون عندنا الاسلحه باش هذوك الفرق واخا يرجعوا للوراء غادي خصنا نسجلوا عليهم وغادي خص يكون الصبر وغادي خص يكون غادي يكون الارضيه الملعب ماشي ديال قطر. يعني بزاف د العوامل باش نرجعوا للفرق كل وحده. كيتحدث على الكونغو، الكونغو معروف انه الاقصائيات الاخرين كان هو الفريق اللي دزنا منه. والكونغو عندهم عندهم فرق قويه كمازيمبي، عندهم فرق اللي كتوصل للشامبيونز ليغ الافريقيه، كتوصل مناطق متقدمه في عصبه الابطال الافريقيه. زاد عليك عندهم محترفين كبار. الفريق الفريق التنزاني شفنا انه فريق مؤخرا بدراكي القراصو، فريق اللي عفوا اللي فريق مشاكس. فريق الزامبي الهيستوريك ديالو اللي مؤخرا حائز على كاس افريقيا. يعني هادو فرق كلهم ما غاديش ندخلوا حنا بالثوب البطل، لانه المباراه كتلعب كتربح ملي كتلعب ماشي كتربح على الورق. كي قلنا هادشي متاكد انه وليد ولا الفريق الوطني ولا السيد فوزي القجع ولا الناس اللي كتسير الفريق الوطني كلها واعيه بهذه المسؤوليه وعارفه بانه راه كينتظرها كاس افريقيا صعبه. كي قلنا من حيث الطقس، من حيث الملاعب، من حيث زعما جميع داكشي اللي كيحيط بكاس افريقيا ما عندوش علاقه بسميتو بكاس العالم. ونتمنوا انه تكون الجاهزيه ديال اللاعبين اللي كيعول عليهم وليد كراكي تكون في هذاك في الموعد ديال كاس افريقيا. ما كيتنعرفوا كيكونوا اصابات، كتكون عدم الجاهزيه، بحال عندنا بعض اللاعبين حتى الان اللي هما لي بيلي وما كيلعبوش في الفرق ديالهم. صحيح بحال سياس اللي هو داك الجوغ جي، نتمنوا انه الفريق يكون كامل ما فيهش اصابات، الجاهزيه ديالتهم الكامله باش يقدروا يناقشوا هذا الكاس الافريقيه، لانه كيراهن عليها الشارع والشعب المغربي. بعد الكاس العالم الكبير كنتسناو لا كونفيرماسيون في هذا الكاس الافريقيه. لهذا نتمنوا انه عندنا بعد احنا الفريق ديالنا يكون جاهز على اكمل وجه باش يقدر يناقش المجريات ديال كاس افريقيا باحسن طريقه. نعم، تشوف بانه المباراه الاعداديه الاخيره اللي قام بها الناخب الوطني وليد الركراكي طعم يعني كما تنقولوا المنتخب الوطني بوجوه جديده وباقي صغار، لانه احنا يعني مقبلين على منافسات اللي قويه وقويه. يعني خصنا كما تنقولوا نحافظوا على نفس الريتم، نفس النسق ديال المنتخب هو اللي يعني قدم واحد الصوره مثاليه في كاس قطر، يعني مونديال قطر. فتنشوفوا انه لاعبين جدد ربما ما كاينش واحد الانسجام كبير، واخرى تنشوفوا حتى المباريات الاعداديه يعني تنشوفوا انه حتى الاداء ما كاينش بشكل كبير. فواش هذا الشيء غادي يتطور مع كاس افريقيا؟ طبعا قبل المنافسه ديال كاس افريقيا خصوصا غدا اللي نلعبوا مباراه ضد كوت ديفوار، يعني واش هذه تعطي يعني واش الوليد الركراكي غادي يعتمد على نفس التشكيله اللي كانت راهن بها في كاس يعني كاس العالم قطر، ولا هذه يعني وضع الثقه في اسماء جديده؟ واخ زكريا هذه المقابلات الحبيه اللي فات كانت قصد التجريب. ما قام به وليد هو الاصح، لانه نادى على لاعبين ديال المنتخب الاولمبي اللي هما اصلا ابطال ديال كاس افريقيا، عندهم هذاك الاحتكاك مع الكره الافريقيه في الصيف، وكان وشفنا انه كيداروا بطوله افريقيه ممتازه. هنا عيط على العناصر اللي كانت اصلا كانت تكون من الزلزولي، بلال الخنوس، وعاود زاد عليهم ريشاردسون، زاد عليهم هذاك الوليد بشواري، زاد عليهم لاعبين اللي عندهم البوتونسيال اللي بان لي هو غادي يقدروا ينفعوه. زاد واحد 6 ولا 7 لاعبين حاول يقحمهم يدمجهم فيو الاصابات وعدم الجاهزيه تاع لو ساتور اللي عنده هو ديال حكيمي واللعابه ديالو اللي عارفهم هو حاول. علاش؟ لانه علاش بان الجمهور وبان المتتبع العادي انه ذاك لو فون جو ديال الفريق الوطني ما كانش في هذه المقابلات؟ لانه عادي انه قحم لاعبين شبان عطاهم الفرصه ديالهم باش يدخلهم الاجواء ديال المنتخب الوطني، تيخصهم يتدخلوا في المباريات الحبيه. ما يمكنش يدخلهم في اون كومبيتيسيون اللي هي تكون رسميه دان سولكو يجي يدخلهم. الوضع الطبيعي هو دار لهم دخلهم، حاول يدمجهم وعطاهم دقائق لعب باش انهم ينسجموا. هذا وضع عادي منها كي تنقولوا جزاهم على كاس افريقيا الكبيره اللي داروا، ومنها باش
يكون عنده قاعده القاعده موسعه ديال اللاعبين باش يكون عنده لي دوبليو في البوست، يكون عنده ثلاثة ولا أربعة في كل بوست باش من يحتاج واحد اللاعب يلقاه موجود. طبيعي انه يكون لو ريتم ولا داك المردود ديال الفريق الوطني يقدر يقل، رغم انه كان الحمد لله كانوا انتصارات اللي عاودت ردات الفريق الوطني في الترتيب، لانه مهم من هاد المقابلات الحبيه راه تيعاودوا تينفعوا في سلم الترتيب ديال الفيفا. والمقابله ديال غدا حتى هي مزيانه، لانه غادي يلعبوا عند البلد المنظم، مقابله مفيده جدا، لانه خصنا كنا تلعبوا في اوروب مع منتخبات، دابا ولا التوجه انه خصنا نلعبوا مقابلات حبيه مع الفرق مع المنتخبات الافريقيه في الميدان ديالها باش تكون واحد لادابتاسيون كليماتيك. انا كنعرفوا غادي تيكون التغيرات المناخيه ماشي بحال فاش تلعب في اوروب. نعم. واصلا اللاعبين معودين يلعبوا في اوروبا، مزيان اليوم هاد المقابلات هادو باش كي قلنا يتادابطوا مع المناخ ويتادابطوا مع الارضيه ومع العقليه الافريقيه ديال المقابلات. نعم. يعني كلشي كان منبهر يعني بطريقه اللعب ديال الوليد الركراك، يعني المنهجيه او يعني الخطه اللي تيلعب بها، يعني والاخذوا اكبر المدربين في العالم تيقول بانه الطريقه اللي تيلعب بها وليد يعني تتبدا من حارس المرمى الى الهجوم. واش في نظرك ان وليد الركراكي هذه يبدل من الطريقه ديال اللعب ديالو في كاس افريقيا باش انه يربك الخصم، ولا هذه يعتمد على نفس الخطه اللي تيعتمد عليها دائما؟ دابا اخ زكريا كل مقابله تيخصك تجريها مقابله بمقابله كي تنقول، حيت كاين بعض المنتخبات اللي كيديروا ان بلوك با راه معروف كيخصك تلعب معاهم، راه حتى انت تدير لاطاك بلاسي ديالك وكتمشي بشويه كتقلب. كاينين منتخبات اللي كيخليو لك لي زيسباس تيخصك تلعب معاهم بلو جو ديريكت، ويكون عندك دي زيلي ودي زاتاكون رابيد وتيخصك تاخذ لي زيسباس وتقبضهم وتمشي. عندنا لاعبين اللي تيجيدوا هذا الشيء بحال زلزولي، بحال بوفال اللي كان في الفورما ديالو، بحال الوليد عدلي اللي جا من باير ليفركوزن. يعني خص يكون عندك واحد قاعده موسعه اللاعبين، ويكون عندك واحد لو شوا كثير باش تكون تتادبط مع طريقه اللاعبين طريقه لعيبه الخصم وتحاول تلقى الحلول. كي قلنا هاد الفروق هادو الاغلبيه ديالهم غادي يجيو لك ان بلوك با وغادي يعقدوا من 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 من, من الماموريه ديالك. انت خص كي قلنا يكون عندك اسلحه كثيره لا في الهجوم سورتو في الهجوم، لانه ملي تيجي لك داك لو بوس لور تتعقد الماموريه، وتيخصك واحد اللاعبين اللي تيكونوا من لمسه وحده تيقدروا يسجلوا، نقدروا نقولوا حمد الله، نقدروا نقولوا نصيري. هادو لاعبين اللي نتمنوا انه يكونوا في الفورما ديالهم في كاس افريقيا باش يفكوا لنا هذيك الشفره تاع هذوك المنتخبات اللي في الغالب غادي يدافعوا، لان صعيب يغامروا ويخرجوا يلعبوا مع الكره وانت انه عندك لي كاليتي بزاف في الفريق ديالك، عندك لاعبين تيلعبوا في اعلى المستويات في الفرق الاوروبيه. القراءه هي هذه في الغالب تاع جميع الفرق، غادي يلعبوا بلوك با وغادي يقلبوا لك على ديك الكونتر اتاك اللي يقدروا يسجلوا عليك باش ترتابك عفوا. وهذا الشيء شفناه وقع بزاف تندخلوا بطوب الفائز وفي الاخر كيتسجل عندنا وكيولي كتولي عليك لا بريسيون، تتولي تلعب ضد الوقت، بعد نوبه تقدر تلعب ضد التحكيم، تتولي تقدر تلعب ضد ارضيه الملعب، تتولي تلعب ضد الجو، انهما اللاعب الافريقي مولف هو مولفين هما لي ميجيتي مولفين كيلعبوا مع الثلاثه. واش حنا تجيب لاعبين تيلعبوا على المستوى تتلعبهم في هذاك الوقت راه كيكون شويه صعيب. نتمنى انه هذا الشيء كله اللي كيحيط بهذا الشيء عندنا، عارفين حنا انه لان الحمد لله عندنا هذا الخطر، عندنا مدرب وطني واللي راكم من التجربه الافريقيه اللي تخول لانه يكون عارف هاد الاكراهات هادو كاملين، خصوصا مع الوداد البيضاوي صحيح اللي كنا في عصبه الابطال كذلك الفتح الرباط، يعني مع الفتح لانه عنده ان فيكو كبير هو في الكره المغربيه والكره الافريقيه، غادي يعاونوا ان شاء الله مع التجربه اللي ولات عندنا مع السيفوزي القجع. مع انه شوف باش نكونوا واضحين، راه ماشي لي 11 جوار مع المدرب ولا لو ستاف، راه سي تان سيستيم ديال الفريق الوطني كله اللي خصو يكون ان شاء الله في المستوى باش نقدروا ننجحوا في هذا الكاس الافريقيه. لانه كي تنقولوا راه تنعرفوا انه ما يحيط بالفريق الوطني من 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 لوجيستيك ديالو، تنعرفوا تتمشي حتى من الطباخ حتى من الكيني، خص ان شاء الله كل شيء يكون او توب
باش نقدروا نحققوا نتائج ايجابيه في هذه الكاس الافريقيه. ان شاء الله هذا الشيء تنتمناوا باش رجوعا يعني التصفيات المونديال ديال امريكا اللي عرفت يعني نفس تقريبا المنتخبات الحاضره يعني اللي بغينا نواجههم في كاس افريقيا غادي نواجههم كذلك في تصفيات كاس العالم امريكا. يعني كيفاش تشوف هذه القراءه ديالك بانه نفس المنتخبات يعني غادي يولي نفس التحضير نفس يعني كما تنقولوا غادي يوليو عارفين المكامن الخلل والضعف والقوه ديال المنتخب. كاين واحد الاختلاف اخي زكريا هو انه هذه في كاس افريقيا بطوله تجمعيه غادي نمشيو غادي نجلسوا كاملين وغادي يكون واحد الشهر كنلعبوا فيه الكره مع هادو، عكس التصفيات كيكون فيهم لي زالي روتور غيستقبلونا غنمشيو عندهم، يعني كونتكست اخر بريباراسيون اخرى ما عندهاش علاقه، هي يقدر يكون سيف ذو حدين، يقدر تولي تتعرف هاد المنتخبات ويقدروا هما يوليو تيعرفوك ملي يلعبوا معك كاس افريقيا وتعاود تلعب معاهم التصفيات، كاين فيهم تنزانيا وزامبيا هما اللي غادي نعاودوا نلعبوا معاهم، الكونغو ماشي هذيك الكونغو الديمقراطيه هذيك الكونغو برازافيل الاخرى اللي غنلعبوا معها، يعني كاين اختلاف. النيجر نعم يعني كاين يعني دائما تنواجهها في صحيح صحيح غير هو الكونتكست ديال ملي كتكون عندك واحد بطوله تجمعيه ماشي هي تتكون عندك تصفيات ما عندهاش علاقه لا بريباراسيون ديال هذيك تتكون ماشي بحال الاخرى. غير هو كي تنقولوا الفريق الوطني بالمستوى اللي كاين دابا والصراحه الجماهير المغربيه والمتتبع ولا كيطمح لشي حوايج لانه ملي تتوصل للمربع الذهبي في كاس العالم صراحه كلشي تيولي تيطلب منك انك لا حنا ولا الناس الناس المتتبعين العالميين ديال الكره تينتظروا من الفريق الوطني انه يبقى في القمه ويبقى في العطاء ديالو، لانه بين على انه عنده فريق متجانس فريق كبير مدرب اللي عارف الفريق. انا كنعتقد انه التصفيات ديال كاس العالم غادي يكونوا ماشي بحال اللي كي قلنا ماشي بحال كاس افريقيا كي قلت لانه هذيك كاس افريقيا تكون تجمعيه وكيكونوا فيها قدر يكون عندك اصابات وكتكون عندك ليست محصوره، بالنسبه للتصفيات تيدخلوا لعابه كيخرجوا لعابه وكتكون على واحد المده طويله لان غتبدا دابا ما غتسالي حتى تقريبا النصف الاول تاع 2026 اللي هي اللي غادي تكون تاع المونديال ديال كندا والامريكان والمكسيك. انا كيبان لي حتى هي على الورق مجموعه سهله، وانما كي تنقولوا ما تنعرفوش الحاله اللي غيكون عليها الفريق الوطني فهاد من هنا لديك المده، وانما على الورق حنا راه حنا اوني دي فافوري باش نحققوا نتائج كبيره لا في كاس العالم ولا باش نتاهلوا لكاس عفوا كاس افريقيا ولا باش نتاهلوا لكاس العالم ان شاء الله، لانه دابا ولا 48 منتخب اللي غتشارك ولا من الصعب علينا ما ندوزوش نهضروا بصراحه انه يكونوا تسعود منتخبات افريقيا. انا ما كنشوفش المغرب منتخب المغرب مع العمل اللي كيتعمل الان وهذا الشيء كله والتنظيم اللي غنضموا وهذا كاس افريقيا وتنظم ان شاء الله كاس العالم، ما لا اعتقد انه غادي خصنا نكونوا غائبين على المونديال 2026. الحمد لله ان شاء الله دابا المعالم بدات تتضح، عندنا واحد السيد اللي كيتمشى على خطى صاحب الجلاله الله ينصره اللي هو اللي عطى اللبنات الاساسيه ديال هذا الشيء كله اللي كنشوفوا دابا، عندنا واحد لا كومبيتونس، عندنا واحد السيد اللي تبارك الله اللي كنتحسدوا عليه صراحه السيد فوزي القجع، العمل الكبير اللي كيقوم به كرجل دولة صراحة إنسان اللي يرفع له القبعة على هادشي اللي كيدار، تنشوفوا الآن دابا هو اللي غادي يكون والمشرف على 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 الملف المغربي ديال كأس العالم، يعني هادشي اللي تيدار صعيب أننا نضيعوه في تصفيات ولا شي حاجة. دابا الناس التقنيين ما علينا مع أنهم إلا يشتغلوا ويكون واحد الاشتغال كبير، لأنه باش نبقاو غاديين بنفس السرعة باش غاديين الناس القائمين على الدولة خص الفورم هنا أونتر بارونتيز بين جبد الفروق دابا ما بقاش عندهم العذر، لانه باسطا من هذاك من اللاعبين اللي كيجيو لو ساتور كله، حنا مع مغاربه العالم واي انسان مغربي حنا مرحبا به، وانما خصنا حتى حنا نوضوا نشمروا على كتافنا ونكونوا مزيان. عندنا الاكاديمي محمد السيس تبارك الله كيخرجوا منها، عندنا بعض الفرق اللي كتشتغل، ولكن مع الاسف كاين فرق اخرى اللي كتغرد خارج السرب، باقي ناس اللي كتسير داكشي ديال التسعينات والثمانينات وداكشي اكل عليه الدار وشارب. دابا حنا غنطمو كاس افريقيا وغنطمو مونديال، لازم عندنا انه الفرق ديالنا حتى هي تمشي بنفس السرعه باش غادي
باش غاديين للمنتخبات وباش غادي للجامعه الملكيه. هادشي تنتمناو بطبيعه الحال سي حمزه جوهري الاطار الوطني تنشكر بطبيعه الحال. فهذه كيف ما كان الحال راه قراءه، هذه قراءه وتخمينات بطبيعه الحال بخصوص المنتخب الوطني المغربي، وكذلك يعني بخصوص المجموعه ديال كاس افريقيا 2023 بالكوت ديفوار، ولا المونديال ديال 2026 ما بين مناصفه ما بين امريكا وكندا والمكسيك، ونتمنوا حظوظ وافره ان شاء الله للمنتخب الوطني. لما لا نبقاو نستمروا في هذيك الافراح دائما، وعشنا دوك يعني الاجواء الاستثنائيه مع الشعب المغربي في الشوارع ويعني في مونديال قطر. شكرا لكم، جمعه مباركه للجميع، الى مباشر اخر ان شاء الله. شكرا لك سي حمزه. شكرا لك زكريا.